عايز ابتدي باهم اخبار الفريق النهارده اللي رجع واستأنف تدريباته استعدادا لهذه المواجهه. امبارح زي ما حضراتكم عارفين كان في راحه بالنسبه للاعبين، راحه لمده 24 ساعه، ما كانش في مهران بعد ما كان الفريق متمرن على طول بعد المباراه الاخيره امام النجم. كانت مباراه ايضا صعبه وكان فيها مجهود كبير جدا بدني وذهني وفني في ارضيه الملعب. فالنهارده الفريق استأنف تدريباته بشكل طبيعي جدا ظهر اليوم بالتحديد في تمام الساعة 1 ظهرا. بالمناسبة دي لقطات من مران اليوم اللي كان الساعة 1 الظهر، والتدريبات كانت كلها عبارة عن بعض البرامج البدنية اللي كان يعني وضعها الجهاز الفني للاعبين لتهيئتهم للمباراة المقبلة من خلال أيضا بعض تدريبات الكرة الهامة جدا. قبل المران كان في محاضرة من مستر فايلر للاعبين، وكان الحديث طبيعي جدا، طبيعي يعني، عن المباراه واهميتها والتحضير الفني بالتحديد لمباراه الهلال. كمان هيتم وضع البرنامج الخاص بالتدريبات، او خلاص تم الاستقرار عليه، هنعرف من خلال مراسلنا العزيز بعد قليل بكره البرنامج هيبقى عباره عن ايه، هل في تدريب ولا الفريق هيسافر يتمرن هناك. السفر من هنا لهناك ساعتين ونص او ثلاثه بكتير، فهل هتتمرن قبل موعد السفر ولا هتتمرن بعد ما توصل؟ ده هنتاكد منه بعد قليل، لكن الفريق هيسافر بكره الساعه 4 العصر في اتجاهه للسودان باذن الله تعالى، وهيكون في مران رئيسي على الملعب اللي هيستضيف هذه المباراه يوم الجمعه باذن الله وقبل 24 ساعه من المباراه الحاسمه. كمان الكابتن سعيد عبد الحفيظ كان ليه اجتماع مع مستر فايلر على هامش المران النهارده، والاجتماع ده شهد الحديث عن بعض التحضيرات الخاصه بالسفر وتفاصيل رحله السودان وكل الامور اللي بتتعلق باستضافه الفريق هناك في السودان ومواعيد التدريبات ومقر الإقامة وما شابه ذلك يعني. الخبر اللي صار لكل الأهلاوية وهو عودة رمضان صبحي لاعب ونجم النادي الأهلي للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل بجميع فقراتها بما فيها التقسيمة اللي بتبقى مع نهاية كل مران، وده في الحقيقة خبر مهم جدا جدا جدا. ليه؟ لأن أنت كده بتستعيد لاعب من أهم لاعبي الفريق ولاعب مؤثر بكل تأكيد زيه زي بقية لاعبي النادي الأهلي، لكن تأثير رمضان عارفين مدى إمكانياته الكبيرة يعني في الحقيقة. فأنت بتستعيده قبل مباراة مهمة زي مباراة الهلال، كده طالما هو اشترك في مران اليوم بشكل كامل يبقى نسبة كبيرة جدا جدا هيكون متواجد في قائمة الفريق للمباراة. الدفع بيه من عدم، وده هيكون متروك طبعا للجهاز الفني، ويعني على حسب الامور هتبقى ماشيه ازاي بالنسبه لرمضان صبحي. لكن هو خلاص شفي تماما من الاصابه، احنا عارفين كان عنده مزق في العضله الخلفيه، شفي من هذه الاصابه وعمل كمان بعض التدريبات التاهيليه في اطار عودته وعاد اخيرا للمشاركه في التدريبات الجماعيه النهارده. بس في التقسيمه كده ما كانش بيحتك او بيلتحم مع اللاعبين بشكل قوي، وده بناء على تعليمات الطبيب، لكن الامور مبشره جدا ده بالنسبه لرمضان صبحي. الشناوي طمنا عليه خلاص، الشناوي جاهز للمباراه، لكن النهارده اكتفى بجلسه في الجيم في اطار التعافي من الكدمه اللي جات له في ظهره في خلال مباراه النجم الساحلي. بالتالي كان في مران قوي لحراس المرمى اللي كان بيغيب عنه محمد الشناوي من خلال طبعا شريف اكرامي، علي لطفي، ومصطفى شوبير، تدريبات قويه جدا مع ميشيل يانكون من خلال مران اليوم، وان شاء الله نتمنى كل التوفيق لجميع لاعبي النادي الاهلي. ده فيما يتعلق بجاهزيه اللاعبين، لكن فيما يتعلق ببعض اللاعبين المصابين والغائبين عن النادي الاهلي من فتره كبيره، يعني مثلا زي حمدي فتحي. حمدي بيبدا برنامج العلاج الطبيعي في التتش، هو كان سافر كده عمل فحص طبي في المانيا مع الطبيب اللي عمل معاه جراحه الغضروف، وبعد الفحص الطبي ده اتحط له برنامج هناك، بيرجع هنا القاهره عشان ينفذه. ابتدى اولى مراحل التنفيذ النهارده في التتش، وبعد فتره قليله هيعود تاني لالمانيا عشان يقعد هناك لمده شهر تقريبا يواصل فيه بعض التدريبات التاهيليه الاخرى اللي باذن الله تهيئ حمدي فتحي للعوده للتدريبات ومن ثم المباريات. لسه قدامه شويه حمدي فتحي، لكن اللعيب طبعا مؤثر ومنتظرينه كلنا باذن الله تعالى. سعد سمير كمان بيواصل تدريباته التأهيلية، واحنا عارفين قصة سعد سمير وإصابة واتر أكيليس، لكن دايما بنحاول نطمن على لاعبينا المصابين واللي أكيد مؤثرين جدا بخصوص غيابهم عن الفريق خلال الفترة الحالية. النهاردة سافر كابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي للسودان، طبعا زي ما احنا عارفين الأمر الطبيعي اللي بيحصل قبل أي سفرية بالنسبة للنادي الأهلي، بيسبق الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والكابتن سمير عدلي المدير الإداري عشان يرتبوا كل الاستعدادات لاستقبال فريق النادي الأهلي بكرة بإذن الله تعالى، وده من خلال التنسيق طبعا مع السفير حسام عيسى سفير مصر
في السودان واتحاد الكره السوداني اكيد طبعا. يوصلوا بالسلامه، هم اعتقد دلوقتي في الطريق يعني للسودان، يوصلوا بالسلامه وان شاء الله بكره كمان فريقنا يوصل بالسلامه ونبقى مستعدين كامل الاستعداد للمواجهه الحاسمه يوم السبت القادم باذن الله تعالى. في اطار برضو الاستعدادات للسفر للسودان، الجهاز الطبي بينتهي من تطعيم بعثه الاهلي قبل رحله السودان، وده امر بيبقى طبيعي قبل اي رحله داخل القاره الافريقيه. يا رب يا رب التوفيق يكون حليف فريق النادي الاهلي ويرجعوا لنا بانتصار وبتاهل، وسلام بقى لو اول مجموعه، مع ان الموضوع مش هيفرق قوي، لكن لما يبقى اول مجموعه يبقى شيء افضل يعني بالنسبه للنادي الاهلي. الاهم الهدف يتحقق يعني ان انت تتاهل لدور الثمانيه، وان شاء الله قادرين على كده باذن الله تعالى.